في 200 وقف عابدين، في 200 وقف عابدين، خلي بالك. هنرجع ورا. صفاء هم كده على الاقل ما كانوا بيصوروا، خلينا بنصور وكش
الاثنين وقفنا في السلام من جوه كده. Thank you.
عمر بيموت على امهم الفلاحين الغلابه اللي واقفين في سن المهرجان اللي طول النهار يا عيني على رجليه والاخر الفرشات يا عم تقوليش المقول وتقول يا عم تقول يا عم تقول يا عم لقيت المرس ده عشان يريح العرف اللي ورانا الطلاب هيموت مرس وخلاص يريح البشريه منه ان شاء الله هيموت بس كله بيعمل كده عشان مرس بس المرس بس ايه المرس بس ايه المرس اليوم بعيد ما تقعد يلا 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 نعمل ايه؟
Thank you.
مين معايا؟ مصطفى. مصطفى مش ينفع كده يا عم حاج. عايز اسلم.